المشروع بيستهدف الشباب، بيستهدف كبار السن، بيستهدف المرأة، تعزيز دور الرياضة في المجتمع في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها من كبت ومن بطالة، تفريغ نفسي للشباب، توجيه الشباب لممارسة الرياضة لتخفيف الضغط النفسي على 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 هذه الفئة بالذات، لأنه الرياضة وعلاقتها بتقليل الضغط النفسي وتقليل تعزيز الثقة لدى الشباب في المجتمع، توجيه الشباب لممارسة الرياضة بشكل عام، وتوجيه المجتمع لتغيير أنماط الحياة لشيء صحي بالدرجة الأولى. سعت وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية بدعم سعودي لإنشاء صالة اللياقة البدنية، إيماناً منها بضرورة توفير الأجهزة اللازمة لتجهيز اللاعبين بدنياً بما يتناسب مع المنافسات على الصعيدين المحلي والدولي. من الأنشطة المقامة في هذه الصالة أنشطة متنوعة وأنشطة أيضاً حديثة تشمل جميع الفئات العمرية، وأيضاً تشمل جميع اللي هو الشخصيات من ناحية اللي هو النحافة والسمنة واللياقة البدنية. من ضمن هذه الأنشطة يوجد هناك أنشطة اللي هو للعبة كمال الأجسام وتجميل الجسم. أيضاً في من ضمن هذه الأنشطة في هناك ألعاب أخرى تشمل اللي هو لحرق الدهون ولعب اللياقة البدنية في داخل هذه الصالة. ومن ضمن أيضاً هذه الأنشطة في عنا احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، تشمل أيضا لهم أجهزة خاصة وأيضا تدريب خاص، ولهم أيضا لياقة ولعب أيضا اللي هو الكرات مختلفة الأوزان، تشمل وتخص ذوي الاحتياجات الخاصة. أكيد نتائج كبيرة جدا من خلال إنشاء المشروع، بيستفيد منه فئة كبيرة من المجتمع، الاتحادات الرياضية، اللجنة البرلمانية. المشروع بيستقبل جميع الألعاب الرياضية الفردية. تمثل صالة فلسطين للياقة البدنية جزءا أساسيا من الخدمات التي تقدمها الوزارة للرياضيين ضمن مرافق استاد فلسطين الدولي. إنجاز صالة ملعب فلسطين الجديدة للياقة البدنية توفر من خلالها مكانا مؤهلا لإعداد الرياضيين والمنتخبات وبخدمات مميزة. الأجهزة طبعا اختلفت عن السابق، اليوم أجهزة حديثة متنوعة، منها أجهزة لياقة بدنية، أجهزة بيستفيد منها ألعاب لاعبين كمال الأجسام، رفع الأثقال، وبالتالي هي بتخدم فئات كبيرة يعني من شرائح المجتمع في الفترة الحالية. وتقع الصالة في المدرج الجنوبي الجديد، كما تضم الصالة مرافق مساعدة ومنها غرفة للساونا وأدوات مساعدة لراحة كافة مرتدي الصالة. طبعا احنا نشكر كل الشكر والامتنان للداعمين من السعودية، بلاد الشقيق طبعا المملكة العربية السعودية، شكر والامتنان والتقدير لهم على ما بذلوه من جهد وعطاء لقطاع غزة. بنوجه كل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، نتمنى مزيد من هذه المشاريع في كل مكان لتعزيز دور الشباب ولتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني في ظل الحصار وفي ظل الظروف اللي بنعيشها يعني الصعبة.